ومع الأسف الشديد يغلب على الناس إذا جاءته أنثى يعني يتشائم، لأن الولد في الكبر يعمل ويأتي بالمال ويدافع عن أهله وقد يحارب وله محاسن، ولا ينظرون إلى محاسن البنت، أن هذه البنت لو أنهم اختاروا لها زوجا حسنا لصار هذا الصهر كالابن، كم رأينا من الأصهار الصالحين أفضل للأهالي من الأبناء، وكم رأينا من البنات لا ينفع الأهالي الآباء الأمهات في كبرهن أو في كبرهم إلا البنات، لكن الناس سبحان الله ينظرون إلى المفخرة في البداية، جاءني ولد، جاءني ولدان، جاءني ثلاثة أولاد، وينظرون إلى أن هذا الولد يأتي بالمال وإلى ما يتبع ذلك، لكن البنات لهن حسنات كثيرة، وفي الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم